وشك في الدم. بلد اللي تسيبيها انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحللك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرسنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني، انا بجيلي في مكان شغلك يعني، ممكن تكوني مشغوله بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. هي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف، والحاجات ديت مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني محمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذه معلش انا مؤاخذه على الكاز، حتى بردك نظافه لان الموكيت ايه الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه التات بتبقى نظيفة، مفروض كنت اقلع الجزمة بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز ميه، ممكن حبة ميه ولا هنا ميه بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيد. الف شكرا. يخرب بيتك يا تفيدي، سخنه نار سخنه نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي، انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد الانتفاخ. ممكن الحمام؟ لا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. قوم يا جزمه، قوم يا جزمه، انت قوم قوم قوم. معلش يا استاذ رمضان معلش معلش، انا قاعد بقالي ساعه تحت النقابه وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان، ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك، احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي، ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قلق. Yeah.
خليك في حالك مش فايقه لك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان هركز ده كويس مفيش حد معانا انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا واهدي ايه الكركبه دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي الناس خلاص بقت تقبط وما تشتغلش واهدي التمزيل وصل لده كله جزمه ذهب جزمه يلا ان شاء الله تتحكم نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليك وعلى ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تجاري حياه النبي بقى انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البس البس اللي تستاهل انت عرقانه خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك نونو بابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدينا معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اضحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا مفيش بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم يقول الشاعر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر اقوله تاني يا مستر حلو مستر نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر سر سرك تعرف يا كاسانوفا أقوله تاني لا يا أستاذ ده هي تسد نفسكم يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه قال حاجة جميلة قوي وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ تقول الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم بغرق إني أغرق إني أغرق القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا 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 يا, يا حبيبي شفت واختاني الأماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه القمر خدنا القمر عامل لي عبد الحليم وانا مين طبعا مش عارفني نسيتني خلاص انا ضميرك يا حيوان اعوذ بالله امال ابليس شكله ايه واخرتها يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها مجلقه يا سلام وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر البنت ده هي اللي تتقطع علاقتي بيها نهائي وانت لك في المنام وقابلتها كويس هقومك من بطنك اسمعني بس اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش بتضعف وقدرت تقولها يا راجل اي سيب ناخد حريتي بقى ده انا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته الظاهر ان انا سمعت عليك كتير انما من دلوقتي وطالع انا صحيح أستاذ رمضان إزيك؟
أنا أسفة، أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزاني أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. أصلح الوقت.